السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هو كل وانا أحسن من الباب جوك تاني يسكت صدنا لسه وتان هل كان والدنيا تواني فوق كسر وهذا برامج كان وأنا واحد اللي دونه ورا الله حريرة ودن ك السودان يا الرجبلات ك إيجت برامج كان وحن كل فجورينا ما نكون فاقدينا لبا قضب قضب ككوباد وحوي هاي السودان يا عالم كأيو عدة أي قصة يسا عرمة هذا نبض هذا الرهادي نيسا إيش كان السنة نبض هذا الرهادي نيسا قاب كأيو وجه هذي دجال هذا وليك السعودة إيوه الرجبلات كإيجاد قاب كأيو وجهن سببها ودمدي أي ككوب ناين مركي السودان لجر رهبا إنتو ذي كلا تلي سرعة عن ويا أفردل أرين تاس إيه ضعها لوجو ديبي إيوه بن لوجو صار دحتوري جدي لو صار يا أفرت ودن ككوبنا أرنتا لو ساري بان لغو صوت دحتوري وليبا وحا لغو أتاقاي بان كاسي هقاميهي أما قدوميهي أفرت دل إيه هقامين دونا قدiga أرقبالات كايغا دايو سارين أرنتا لحريرتا ودا هدالة دا سودان إيه كاسود سيدا لغو سعوتان إلا إيو بشي أفراد ودن كسودان وحا كاسود دقال أن وحبال لأي سلاحرين أو دحيا RSF نمانك اللي يلاهدو قرمتك دك دكاه إيه عيدة مدى ميلاتريكا ودنك السودان أو هقامين ايو ننك ودنك اسي هادا وقوتون كرون إيه عبد الفتاح البرهاني لبدا سيدنا إسفاميوا سياسة دوايس كومان دافين كدب مركي اي إيه ودنك اس أفغنبي اي كيستين هقان كيسا اسكو فاهميوا ايان دقال آن وحبالله سلاحارين ايا سعود دقال كاسي ولي واو سعودا باقية كلا دوان ايا سو بحيي ماري مبالين تكدن بايسا حبت جو جنو مركي اغو بطان افرتان يسديد ساقا انتي كلا تنكبا يرايانو افر لاتان ساقا يكيرو مرل ببربوري مركو ساقو بربوري يناد مودو انا دهين عن سورنا سنو مركي بسكول فريين ايا كاسو عدو ودن كاس ودامد عالم كا او اي وغو ريان قليهان رير قلبيتكو وحا اي كاسو ساريين باقية كلا دوان يغو دين عيادة اغو يري دقال كاسي ساقا ان لجو جيو miska wada hadalkana lagu laabto arinta iyadaana laga wada hadlo wadamo dhowra ayaa lagu eedeynaya inay isku hayaan arinta wadanka Saudi waa wadanka Sudan waxaana kamida Saudi Arabia Imaaraadka Carabta Mareykanka iyo kuwa kale oo dhamaantood dana kala duwan kale sida xogo kala duwan lagu helayo wadanka Masar ayaa isaga laftiisoo dagaalkan ku lug leh oo labada dhinac midkood la jira waliba sida wararku sheegayaan Cabdi Fataax Al-Burhani dhinac Ciise أي لجيران. ننكن قلنا أنا رسفته جامين وحال لجيرة أو إن جرب سينا يصير حوجها قاركوت شيء جيان. ودن كإمارات كعربتها. إنك استا أو يجو أيسن سعد أرين تاسية دع مرنبو أشيجن أو أيسن دهن أرين تاسي واجرتها إيه مجرتو مدنا. إنت أسمر كلاك صوتها أو ولا هذا لا سينا أيهن هو إلى أي حدا عن رسمي مارا لوجو هلين. ميدوغا أفريكا أو أرينتا سيادة اللوغوة دا جابسانا يي أو لربين يي وغالانا أي سنولي سيدي لوبانا أو غلين أما با أي كوغول دا أي نكوغول يسن كوغول دا ريسن أرينتا وحكا غاباشا دا أيا وحا أرينتا حدا أو تفاحيز دي أو رقبالات كا إيغد أو أي سودان كاميتا هاي وليبا سند كي لصورد آفاي إيغو أي هقاميال كا أحايان أما سنده لصورد آفاي هقاميال كا أحايان انتا سمر كاي تمد shirki 14aad ee caadiga ahaa ee urgobaleedka igad ee ka dhacay wadanka Djibouti todobaadkii hore to ayaa arrimahan looga wada hadlay waxa la isla gartay xaaladda Suudaan in aan la dhowran karin maadaama waxaabaha ugu badan ee kulankaasi looga hadlay ay ahaayeen arrimaha amniga xasiloonida geeska ee iskaashiga dhinaca dhaqaalaha iyo waxaaba kale oo la mid ah waxa loo saaray marka afar xubnood afartaasi xubnood ayaa la yidhi ka garnaqa arintaas iyada aha dhinacyada la fariista wax ka qabta arintaas afartaasi wadan ama afarta xubnood ee loo saaray waa William Samoei Ruto madaxweynaha wadanka Kenya oo gudoomiye ka aha madaxweynaha wadanka Djibouti Ismaaciil Umar Geelle oo maysaga raaci doona mise wasiirkiisa arrimaha dibadda lama cadeynin laakiin Djibouti ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali iyo madaxweynaha wadanka South Sudan Salva Kiir Mayardit afartaasi xubnood ayaa loo saaray arintan markii arintan loo saaray arintana waxa aad u riixayay South Sudan oo aad moodo inay kaalin rabto inay uga soo baxdo Sudan oo 2019ka ay ka go'een halkaas wixii ka dambeeyay waxa soo baxay dhinacyadu in ay aad arintan diyaar ugu yihiin xogayaha urgobaleedka IGAD
وجنها جبياهو وودن كيثوبيا كسو جيدو مركلة أفر سنوع وسوب لسيه إيا واحا وشاقين أرينتن دردر قلين دونان لنعيه ذا كالدوان أي كالشاقين دونان موسى فكي محمد قدوميها ورقبلات كميدوغا أفريكا أو إساقونا أرينتن سوين أولا سعودي إسكو دايب بدن نسميه إيا واحا وشاقي إن أي كالرقبلات ميدوغا أفريكا أهان أي كوغرب استاقيان إيقد أرينتاس إيادا أها وحي لقبان كران أي لقبان أيا أنت عمرك اللي يسكو أفقرتي إن لجلنا الله شجعي نكا وزارة دارهمه دي بدو ودن كإثيوبيا أو أفيانكا أو هرينا وهنجر سفير كودن ككينيا أوفديا ودن كإثيوبيا علامه وحقو شجعي شر جرايد أو قبتي إن أفر تاسي ودن ودي أرسين تمن بري جدو هودن مجال داردي سبب الله جوشري دانو هل كان لجسوش ساري دانو رود ماب لو قادي دانو ودد اللي جوهش يسيني لين عيادة يسدي لو بداشين لها labadaasina halka markay hawl imarayso ayaa waxa soo dhacay ban lagu dhaxtooray wadamada afarta ahaa ee arintaas iyada ahaa ama gudiga urgobaleedka igad ay arintaa u saareen inta aynan markay cida banka iyo sida loo tuuray waxa uu yahay inaan sheegin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si iskiisa waxa uu sheegay inuu dhinaciisa ka gali doono arintan una la kulmi doono dhinacyada qaabka uu la kulmi doono iyo wadada uu mari doono iyadana lama sheegin laakiin in oo hawlgalkan qayb ka noqon doono oo la gali doono waa uu sheegay iyada inta marka laga soo tago waxa soo baxday xog ay warbaahinta qaarada Afrika qaar kamid ah tabariga dhexe iyo reer galbeedkuba ay aad u tibaaxayaan warbaahina kala duwanaa ay tabinayaan oo kamid yahay Radio Temezuj oo wadanka Jarmalka ku yaala saldhigiisu yahay laakiin erra ka soo jeeda wadanka Suudaan ay leeyihiin aadna wax uga qora wadanka Suudaan iyo xaaladihiisa waxa ay sheegeen warbaahinta wadanka Kenya kamid warbaahinta qoreysa arintan waxa ay tahay in Cabdi Fattah al-Burhani uu diiday in William Ruto uu hoggaamiyo wada hadalkan ay wadamadan afarta ay Djibouti, South Sudan, Ethiopia iyo Kenya dhaxdhigayaan Hamduk iyo ninka la yiraahdo wa Xameyti aan yiraahdo xalmaan hadalku ma jira Xameyti iyo Cabdi Fattah al-Burhani oo labada dhinac ay ku dagaalamaya Suudaan waxa uu xilligaas isaga ah sheegay ee ninka la yiraahdo in arintan uu San William Ruto inuu isagu hoggaamiyo ogoleyn waa sida lagu sheegayo warbixinta laakiin waxa hadda soo baxday war sheegaya in dawladda Kenya aysan haynin haba yaraatee wax faahfaahina oo arintaasi la xiriira iyo meel uu al-Burhani qoraal ugu soo diray wadanka Kenya ama igad ama William Ruto oo uu leeyahay warniyo heshiiskaas inaad hoggaamiso anigu ma doonayo mana rabo inaad hawsha iyada aha aad adigu hoggaankeeda yeelato xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Kenya oo arintan ka hadlay sida warbaahinta wadanka Kenya ay ku waramayso ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin wax qoraal ah oo ka soo gaaray wadanka Suudaan Cabdi Fattah al-Burhani ama cid kale oo arintan qusayso waxa uu sheegay in madaxweynahoodu uu arintaas iyada hoggaamin doono diyaarna u yahay arintuna aysan ahayn wax ay Kenya dooratay urgobaleedka iga shirkoodii wadanka Djibouti toddobaadkii hore ta ka dhacay 14aad ay ka soo baxday wax la isku afgartayna ay tahay laakiin madaxweynaha wadanka Kenya meel fagaara ah waxa uu ka sheegay inuu diyaar u yahay la fariisiga iyo la kulanka labada dhinac iyo sidii la isugu soo dhaweyn lahaa arintaas iyadaana wax looga qaban lahaa afartaasi wadan ayaa hadda laga dhursugayaa oo mid uu Afrika iyo wadamada caalamka oo reer galbeedka ee beesha caalamka ay hoggaaminayaan ay qayb ka yihiin aan iraahde in ay taageeri doonaan ay sheegeen ayaa hadda isha lagu wada haya cid walbana ay sugeysa waxa ka soo bixi doona iyo sida ay xaaladeedu noqon doonto inta waa mahadsantii.